لكن يختلف الأمر بالنسبة لرجب بكار. رجب بكار بقى وقع للنادي الأهلي في يناير لمدة 5 سنوات. لما أقول لك ده ما وقعش وأقول لك إنه ده كان في يناير وإنه ما عندوش عرض دلوقتي، أنا بقول لك معلومة. وبقول لك برضو إنه رجب بكار وقع للنادي الأهلي قبل كده لمدة 5 سنوات، ولكن الناس لما عرفوا في بيراميدز جمدوا رجب بكار لفترة من الفترات وما بقاش بيشارك في المباريات. بعدين بدأ يتحل الموضوع فرجع للمشاركة مرة تانية. هل في مفاوضات؟ هل الأهلي يحب يبقى موجود؟ على فكرة رجب بكار كان مضى كمان قبل كده للزمالك، ومش مرة واحدة، أكتر من مرة. يعني مضى هنا ومضى هنا وما بتعشلوش إمضة، لا عشت له إمضة في الأهلي ولا عشت له إمضة في الزمالك، لكنه في النهاية هو في واحد من الأندية المحترمة، هو نادي بيراميدز.